تقييما بدأناه بعد دقائق قبل دقائق فيما يتعلق بالعام المنصرم، وفي ما يتعلق كذلك باستشرافنا لآفاق العام 17 و2000. معي هذا المساء لإكمال النقاش السادة المختار سيدي مولود، الأستاذ سيدي المختار سيدي مولود رئيس حزب المستقبل. أهلا وسهلا أستاذ المختار. بالإضافة إليه يشاركنا نقاش الكاتب الصحفي البشير عبد الرزاق. أهلا البشير، مرحبا وأهلا وسهلا بك. كيف ترى العام 2016 العام 2017 هذه اللحظة أو الفترة الانتقالية بين العامين؟ مساء الخير مرحبا. لكم ومساء الخير على مشاهدي القناة. أعتقد أن الفترة الانتقالية ما بين العامين 2016 و2017 أنها على الأقل يمكن أن نصفها بالهدوء، شهدت هدوءا كبيرا، لأنه كانت هناك عطلة الصيفية، العطلة عادة عطلة، وتم الدخول الحكومي في هدوء تام، ثم ذهب رئيس الجمهورية في عطلة كذلك. باستثناء المسيرة التي نظمها المنتدى عقب الحوار، المسيرة لم نشهد التي نظمها قبل الحوار، عفوا، لم نشهد أحداث تذكر بالنسبة للعام الجديد. كان مرورا، لنقول كان مرورا هادئا نحو بين عام 2016 و2017. عادة بالنسبة للسياسيين أو للمحللين ينظرون دائما إلى المرور الهادئ، أن له دائما ما بعده. ماذا بعد هذا المرور؟ هذا ما سنحاول أن نستشرفه، أن نستنطقه من خلال قراءة ما بين الأحداث السياسية ل 2016 و 2017، وأعتقد أننا سنمر على ذلك في ثنايا لكن المشاهد، وهو لم يكن متوقعا نتيجة لما نجم عن حوار من خلافات بين المعارضة المقاطعة والمشاركة في الحوار، كان الجميع ينتظر أن تكون هناك نوع من الفورة في نهاية السنة، لكن الذي حدث هو العكس، هناك هدوء تام، وهو هدوء كما قلت لك يجعلنا ندخل في عديد الاحتمالات عندما نقرأ 2017. ولا شك أننا خلال البرنامج سنستعرض هذا. على كل حال يحضر معنا أحد أعضاء منتدى المعارضة الرئيسي وممثلا في حزب المستقبل، يتحدث الضيف عن هدوء ربما يشوبه عام عاصف. هل تتوقع 2017 عاما عاصفا؟ على كل حال، السلام عليكم ورحمة الله. أنا اتاحت الفرصة ونسلم على الشعب الموريتاني ونبارك له بالنسبة لإطلالة السنة الجديدة عام 2017. راجل ان شاء الله التوفيق، ولا نخالف الصديق في الراي بان ربما تود 2017 شهدت بعض من الهدوء يعني نقول الهدوء 2016. السياسي 2016 عفوا الهدوء السياسي نتيجه فعلا السياسات الحكومه التي انتهجت من تضييق الحريات، على ولا شك كان الحديث هذاك يتحدث معك مع قضيه اللي خلقتها لمستوى الصحافه. هدوء راجع لكبت الحريات اللي عندنا الكثير من الامثله من الشباب، من مجموعات عراق، من كل من كان يحاول ان ينطق بالحق يجز وراء السجون، والله يضيق عليه. وهذا ربما قد يعود في الانظمه الدكتاتوريه يساهم فكبت الحريات، يساهم بان يخلق هدوء غير هدوء، على كل حال يخاف عليه اللي بعد الهدوء ان الحريات ما هي موجوده يقدر ربما يخلق انفجار. ذاك ما راجين عند بلال ان شاء الله غير بعد الهدوء لا نتيجه ل على كل حال تراجع الحريات اللي الموجوده في الدوله، اللي لا دل ذاك اللي قلت لكم فيه اليوم، اللي لا عاد ينطق يقول شيء والله تيحاول، باللي الناس جاده عليها بان الصحافه حره، وجاده عليها بان يبقي شيء قد يقولوا. هذا في الحقيقه ما هو موجود، شفنا 2017 وهذا ما اللي قالوه لنا، باللي نسمع بعدين يقولوا ان هناك حريه مفرطه، هناك حريه مفرطه، وبالتالي يا الله يخلق وذا قد اود من شد قد اود قرار الحكومات. الا ترى انك في هذا التصنيف كذلك انك تتحدث عن تناقضات، هناك حريه مفرطه، هنالك ايضا كبت حريات، يعود الى ان الدكتاتوريه المتفشيه
المشاهد يبغي تفصلوا شوي الفكره اللي همك توصل. لا, 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 لا يقول لكم الحريه المفرطه اللي يقول فيها الشاهد فمن البعض الشاهد منها فمن البعض بيدي كيف قال لك الاخ من الصحافه كل من ذهب دب وهب قال انا صحافي ونعطى له موقع ويبدا يشتم ويعيب ويقول ذاك يقول غير هذا بعد كامل يخرق اللات تحت رعايه الحكومه. لو كانت الحكومه قامت الاجراءات اللازمه في ذاك وكانت اللي طبقت القانون ما ندوه الحقنا للمستوى اللي له وكبت الحريات اللي قلت لكم اليوم به اللي الحكومه اللي ينطق حد والله يقول شيء ودلع لي طيتكم اصحاب ايران اللي زجوا امام السجون فيهم واحد لا لانه قال كلمه في التلفون نحبس 3 سنوات واحدين 15 سنه وفيهم هذو اولاد البلاد اللي دارهم هاجروا لانهم كانوا يتحددوا فيهم حركه 25 اللي قابلت منها اشخاص وانحبست هذا كامل مجموعه من كبت الحريات اللي يجعل من يخلق تراجع ويخلق هدوء في الحراك السياسي الموجود. طيب واضح كبت الحريات يحيلنا الحديث عن مستوى الحرية في موريتانيا عن المتاح والمأمول والمحقق خلال سنة وفي أيضا بدايات سنة أخرى. أولا للحديث عن الحرية يجب أن نفصل بين مستويين من الحرية. أولا قبل الحديث عن الحرية يجب أن نضع الأمور في سياقها الطبيعي. اليوم في موريتانيا الذين يتحدثون عن الحرية يتحدثون عنها بعاطفية أكثر من اللازم. إما أناس تجدهم موالي ويتحدثون عن درجة من الحرية غير عادية أو ناس معارضين يتحدثون عن عدم وجود حريات أو غير ذلك. وهذا يدخل في الإطار العاطفي وفي الإطار السياسي. لأن السياسي عندما يتحدث يعطيك موقفا يعطيك رأيا لكنه لا يعطيك فكرا لأنه بطبيعته مقيد بموقف وبرأي معين. لكن هذا الحديث يحتاج منا إلى بعض العقلانية، يحتاج منا أن ننقله من باب السياسة إلى الباب البحثي، إلى الباب الأكاديمي، إلى الباب الفكري، لنتحدث عن الحرية في موريتانيا. وعندما نتحدث عن الحرية يجب أن نفصل بين مستويين من الحرية. هناك المستوى النظري للحرية الذي هو المستوى الموجود في القوانين، الموجود في التشريعات، ويبقى دائما مأمولا. وهناك المستوى الممارسة لهذه الحرية. وعادة في البلدان خاصة بلدان العالم الثالث التي انتقلت من أحكام استثنائية إلى نوع من الممارسة الديمقراطية المشكلة ليست في الحرية بل في طريقة ممارسة هذه الحرية. إما أن يكون هناك شطط وإما أن يكون هناك انقلاق كبير لهذه الحرية. وهذا يتجلى في بلادنا. معناه أن إذا نظرنا إلى ترسانة القوانين الناظمة للحرية اليوم في موريتانيا سنجد أن هذه الترسانة القوانين أنها متكاملة ومكتملة جدا. ومنذ سنوات وموريتانيا تحتل المرتبة الأولى عربيا على الأقل في مجال حرية الصحافة. أن هناك دول عربية كثيرة فيها حرية الصحافة أصبحت فيها موريتانيا تحتل المرتبة الأولى صحافة. بمعنى أن الترسانة الموجودة والممارسة الترسانة الموجودة هذه الترسانة تضمن الحريات سواء منها الفردية أو سواء من الجماعة. نأتي الآن إلى الممارسة. الممارسة فيها درجة من التعلم. فيها درجة من التعلم لأن الحرية ممارستها يجب أن تكون في إطار نوع من الحدود التي نسميها البعض الخطوط الحمراء يسميها البعض المسؤولية لكنها نوع من الحدود المعينة التي تحد هذه الحرية والتي يضعها المجتمع وهي لا تتناقض مع الحرية. كانت الفيلسوف يقول إن الأخلاق لا تتعارض مع الحرية لأن الأخلاق مجموعة منظومة من العوامل التي يضعها الإنسان نفسه لحد من حريته وبالتالي هي لا تتناقض وهذه المنظومة من الخطوط الحمراء لا تتناقض معنا. في إطار هذه الحرية هناك نوع من الشطط وهناك نوع من الممارسة الغير طبيعية للحرية. لنأخذ المجال أكثر اليوم الأكثر بروزا في موريتانيا وهو الصحافة وهو الإعلام. اليوم نقول إن الحرية الإعلام زائدة وأن هناك طفرة وأن هناك طفرة في الحريات. الحرية هي الحرية لا تتجزأ، ليست هناك حرية زائدة وليست هناك حرية، إما أن تمنح الحرية وإما أن تأخذها، تبقى ممارسات الناس. نحن في حقن صحفي بالكاد نشأ وبدأت فيه الممارسات، البعض يمارس الصحافة بالطرق، لا نستطيع قطعا هناك تقصير من ناحية السلطات العمومية في ممارسة أو في تطبيق بعض القوانين، لكن لا نستطيع أن نضع الحمل كله على السلطات العمومية. وهناك بعض النظريات التي تظهر بين الفئات الأخرى تقول لك تنقية، لا أحد يستطيع أن ينقي المجال الصحفي.
طبيعي لأن طبيعي التنقية طبيعي. لأن التنقية في حد ذاتها هي فعل مضاد للحرية لجزء منها، لكن بطبيعة الحال وإذا نظرت إلى تاريخ الأمم وجميع الأمم ستجد أن حقد الصحافة بالخصوص ينقي نفسه طبيعي 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 طبيعي. وهذا سيتم، وهذه التنقية حتى هذه العبارة نحن سبق وقلناها أو جادلنا بشأنها، الذي يعمل الآن على تنقية الحقد الصحفي هو دخله من الباب الذي يعمل على تنقية الآخرين منه. أنا أخلاقيا حتى الموقف. حتى إذا أغفلنا هذا الجانب، ليس فقط تنقية، كلمة تنقية في حد ذاتها الشحنة الدلالية لكلمة تنقية فيها نوع من التناقض مع الحرية وهي جانب إقصائي. لكن هذا الحقل أؤكد لك، الحقل الصحفي في موريتانيا وأنا عاصرته منذ بدايته، تم قد يكون هذا الموضوع تقدم كثيرا بالنسبة، حددت فيه هذا الموضوع خارج، حددت فيه خطوات كثيرة بالنسبة حتى لما كان عليه بالبداية وسينقي نفسه. لا أنا أخذت الصحافة، هذا الموضوع تجاوزناه، نحن نناقش الآن الموضوع المرتبط بالجانب المتعلق ب يعني قطعات أخرى. الأستاذ المختار سيدي مولود، أنتم تلقون على السلطة، على الدولة، على كاهل الدولة ب يعني فشل العام الماضي وفشل السياسات بمختلف أنواعها. دعني أتحدث لك الآن عن الجوانب التي تحدث حولها رئيس الحكومة الوزير الأول قبل أيام قليلة، تحدث عن البرامج اقتصادية ناجحة، عن دولة لها صيت وسمعة جيدة لدى الممولين الدوليين، وعن حريات، وعن سياسة أنتم شركاؤها ومأمول أيضا من الأحزاب المعارضة أن تكون شركة في محطاتها القادمة. الحكومة تتحدث بشكل بكل أريحية، أنتم تخططون ولا تنفذون، تضعون مسيرة ثم تقولون سننظم الخطة باء ولا تنفذون، أنتم الفاشلون أم الحكومة الفاشلة؟ تفضل. على كل حال قبل أن ندخل في هذا الموضوع نبقى نرجع شوي إلى كلمة موجزة حول فضل. الصحافة بس حاولوا أن تخطون الصحافة بهذه ما هي موضوع الحلقة، كلمة خفيفة بيلي لهم قد نقول أني مارست الصحافة 1991 كنت مارس الصحافة وكنت أول ناشطين في الصحافة الشريط المكتوبة بالآتون صحافة قدت أود مرأية هون تلفزيات هون يقال نفس النهج اللي كان مزال نفس العبارات اللي كنا نعبره ونفس الخطاب اللي كنا نقوله في الجرائد ونكتبه واللي قال يوم في التلفزيون ما خلق فيه أي تغيير بهاش بيدلي يد الحكومة ما زالت مندودة وراء الكل سواء كان الناحية المادية سواء كانت من الناحية السياسية ما خلق فيه شيء جديد، مع أني ما قد نقول يكون الزمن لا بد له يتغير ويخلق شيء ولكن طفيف بالنسبة للتحرر الموريتاني. بالنسبة للخطاب بالنسبة لبرنامج الحكومة اللي يمكن نتعنوا، احنا نعرف عن أن سياسات حكومة فاشلة من 2008 لليوم، وهذا على كل حال ما خالق رجاج في الحر حد يؤدوا شوي ما يعرف ما خالق أنظمة استبدادية بأي حال من الأحوال أن تقد تنمي دولة في الحر استبدادية، يعني نقول شنو حكومة جاءت على ظهر دبابات عن طريق انقلابات يا إخواني ما تقد تبني دولة. وهذا يذكرني باش بمشي ولا الطايع كارين قال لنا بأن الخزينة ملانة من الفضاء وبأن السماء طاح على التراب ونين قال شين قال الدولة بخير، نفس الكلمة اللي كنت أسمعك ساعة عند الطاير أسمعها اليوم البلد بخير. شمن الأرقام اللي تمثل تنقال الموريتاني اللي ما نعرف وياه أخبار شيء، الشفافية المالية ما عندنا عنها شيء لا نعرف ولا شيء سوى شنو، وهذا ما يغلب حكومة ذنبتها تقباش من الأرقام وتمليه وعندها دبيتاتها وعندها شيوخها صانعتهم هي بيدها، ولا هون أي رجاج أو أي مواطن موريتاني منتخب مو والي ولا وزير يقدر يعبر عن ما يرى في هذه الدولة بلاش بيفهمون من الأوراق بن مهما كانت بن الجايبهون ما هو موريتانيا جايبهون يتحرى كان يعقب يجبر مخرج وبالتالي ذا كامل لا يتعدى الحكومة فشلت في جميع المجالات به اللي كل المجالات باللي مهما كان مهما كان مهما كان سياسة الحكومة الواقع والأرقام لا يقول هذا مهما كانت مهما كانت سياسة الحكومة يا الله تتجلى في ما يلي هو لا بد أن تحسين الصحة التعليم السكن المعاش والأمن هذا المديوم اللي يعني من المواطن هو أولويات المواطن لا أد الصحة نتقدم شهور الصحة وشهور الخالق اليوم يقول خطاب الوزير الأول أن الصحة أن دائرة الصحة أنها تم توسيعها بحيث عن قليل منطقة تدور عليها 5 كيلوات ما فيها مركز صحي الاقتصاد يقول بأن البنى الاقتصادية عمت البلد والشركات
أيضا وصلت حتى المدن الداخلية. السياسة يقول أن إشراك المواطن أصبح قاب قوسين أو أدنى من خلال المجالس الجوية والحوار الوطني. لا نقول لكم أن مات ما دامت الحكومة قايبة أنا نعطيك. لا نقول لكم أن توفات النفتاة ما ندرك أسبوع في طب زايد قلبنا نجبروا أمبيلانس قلت تمشي بها. لا أمبيلانس عم مارين أوتو قال أنه ما عندهم بان ما عنده المواطن اللي يجي حق مرنقي ترى حق مرنقي ثالث اهم مستشفى وطني اهم مستشفى وطني هون المستشفى ناقش شو منين نجي للطب هذا قد يقول الوزير ما يداوه داوى لا في دقار والله في تونس والله في الجزائر لان الحكومات ما يعرفوا ذا الشيء ما يعرفوا شو المواطن به اللي ما هو واكبين المواطن به اللي ما هو ما هو ما هو شغل بالشاغل لا اتشاكل رئيس الجمهوريه بانه عنده نواب والله عنده وزراء مهتمين بالشان هذا ما هو حق واضح يقال لازم نبغوا ينقضوا على الشارع ونشوفوا التعليم تعرفوا نور ثاله عندنا التعليم اليوم تكون من ثلاثة مدارس مدرسة للناس اللي عندها الأموال الطائلة رأي موجودة في تفرق زينة مدرسة فيها في وسط الدشرة فيها دقدة أود النخبة اللي دقدة أود عندها رواتب مدرسة ثانية في الحواشي تلحق فيها مشمعش من الناس الفقراء اللي ما لا إرادة ما عندهم حول ولا قوة ولا إرادة مجتمع منقسم على نفسه بسياسة الدولة ومعنى التعليم هش ولهم متفق معي تكتبوا أساتذة ومعلمين بيدي في الداخل من شد زيارة الرئيس الشرطة راه وسمع ذاك فيها هذا من ناحية التعليم من ناحية لمن وتعرف عنده من إنه هش كل وقت مقتول واحد كل وقت مجروح واحد كل وقت مرقوف ليلو الناس لهجت عجط لا من ناحية المعاش قال عن معاشي ما بعده جينا 2009 لانقلاب 2008 نعرفوا مارو كان باش واضح ونعرف السكر كان باش والقمح باش واضح واللي طمع لنا بانهم مش يدخلوا لنا وانهم يا للاسف فاتحين نباتيك يرنقوا لهم ماتنا وباتنا في البرد يخترجوا لما يجبروا لي ليتر من دلويد وكاسين من السكر اللي مدة كاكين امل طيب ويقولوا البلد بخير. طيب استاذ المختار لا. شكرا. يمكنك التعليق على موضوع خطاب الوزير الاول ايضا ويمكنني ان اضيف له نقاش الدائر على مستوى البرلمان خلال سنه فائته كان نقاش صاخب في احيانا ونقاش ايضا معمق في احيان اخرى ونقاش حصلت خلاله اسئله شبهيه للعديد من الوزراء بين وزير العدل حول ظروف الاعتقال والتعذيب وغير ذلك ووزراء اخرين ضمنهم وزير الماليه وغيره. هل يمكننا ان نتحدث عن سنه برلمانيه ممتازه وجيده بالاضافه الى موقفكم فيما يتعلق بالنقاش الدائري حول قانون النوى؟ أعتقد أولاً أنني سأبدأ من حيث انتهى السؤال الذي هو قانون النوى لأنه يعتبر اليوم هو حدث الساعة وهناك الكثير من النقاشات ومن الجدل حول هذا القانون. قبل أن نتحدث عن هذا القانون أولاً لا بد أن ننطلق من مسلمتين أساسيتين. المسلمة الأولى هي أن المجتمع الموريتاني كغيره من المجتمعات الإسلامية والعربية مجتمع ذكوري هذا مفروغ منه أنه مجتمع ذكوري. المسلمة الثانية بالرقم من أنه ديمقراطيا أيضا يميل إلى كفة المرأة على الأقل جانب الديمقراطية ولكن من ناحية العقليات والثقافة ومن ناحية عقليات أنه مجتمع ذكوري لكن في نفس الوقت هناك مسلمة أخرى هو أن الرجل الموريتاني عبر التاريخ أعطى دائما للمرأة هامشا كبيرا من الحرية وأن المرأة استطاعت دائما أن تعرف كيف تستغل هذا هامش الحرية في إطار الشرع تقترب أحيانا من الخطوط الحمراء تدوس عليها أحيانا لكنها بقيت دائما في نطاق الشرع. هذا هو وضعية حقوق المرأة داخل المجتمع الموريتاني. الآن لماذا أثار قانون العنف ضد النوع كل هذا الجدل؟ هناك أسباب موضوعية وهناك أسباب ذاتية. أعتقد الأسباب الموضوعية أول سبب موضوعي أن القانون في حد ذاته كأداة للتشريع وللتقنين كأداة التشريع وكأداة لتنظيم المجتمعات بصفته وضعي والمجتمعات المحافظة لديها دائما تحفظ على كل ما هو وضعي حتى إذا قيل إن هذا الوضعي يستند إلى الشريعة الإسلامية يبقى دائما هناك تحفظ على مجال القوانين خاصة إذا مس هذا القانون قضايا المرأة وقضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية تعتبر محددات أساسية لشخصية المجتمع الإسلامي وبالتالي يتم التحفظ عليه. النقطة الثانية المعطى الثاني أو السبب الثاني الموضوعي هو السياق العام. نحن في سياق عام يقول إن هناك هجمة
كبيرة على الإسلام، وأن هناك حرب صليبية فكرية جديدة تشن على الإسلام. وأقول لك بكل موضوعية أن ممارسة النخب السياسية والفكرية والثقافية في القرن تعطي العذر لأولئك الذين يقولون أن هناك هجوما فكريا على الإسلام، وحتى حداثيي مجتمع موريتانيا الذين يريدون التحديث يميلون دائما إلى الصدام، مما يجعلهم يقدمون للمجتمع كأنهم قرامين، كأنهم عبارة عن جنود مدسوسين لتنفيذ سياسة معينة للغرب. في هذا السياق الموضوعي من الطبيعي أنه عندما يظهر قانون للمرأة، قانون ضد العنف يتعلق بحقوق المرأة، أن يثير الجدل. هناك أسباب موضوعية، أسباب موضوعية ما هي؟ بسرعة، السبب الموضوعي الأول هو غياب التحسيس حول هذا القانون، وهذا اعترفت به النسوة المناصرات لهذا القانون، اعترفنا بأن هناك تقصير في عملية التحسيس، وهناك تقصير أيضا في دمج الرأي الديني أو الموقف الديني في إطار القانون. أنه كان على 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 المناصرات القضايا النساء في المجتمع البريطاني أن تطرح الاقتصاد، أن يطرحن الاقتصاد وأن يطرحن قضايا أخرى متعلقة بالمرأة كنوازل من نوازل العصر، حتى يتم بلورة رأي ديني حولها، وهذا لم يحدث. وبالتالي هناك شق من المجتمع يعتقد أنه تم في الخفاء صياغة قانون معين ومحاولة فرضه من خلال البرلمان. النقطة الثانية وهي مهمة جدا هي مشكلة الترجمة. الترجمة كانت دائما معضلة بالعالم كله، وهذا اتفق عليه الجميع أن الطريقة التي ترجم بها القانون لم تكن أفضل طريقة يترجم بها القانون، بل إن الترجمة الحرفية عادة حورت المعنى عن مكانه، وهذا تلاحظه حتى في العنوان قانون العنف ضد النوع. النوع هذه ترجمة حرفية كلمة جار في اللغة الفرنسية، وهذا النوع يلخص المقاربة والنظرة الغربية لما يجب أن تكون عليه المرأة الكونية، ليس المرأة في الغرب. الغرب ينظر إلى حقوق المرأة باعتبارها حقوق كونية يجب أن يكون عليها. كان يمكن أن ترجمته مباشرة بقوانين العنف ضد المرأة، قانون العنف ضد المرأة. ولماذا النوع بالذات وبالتالي هاي الشحنة؟ ولماذا ما دام النوع يمثل الرأي الرجل والمرأة على قدم المستوى؟ لا هذا هو المفهوم. لا لكن الشحنة الدلالية لكلمة النوع، الشحنة الدلالية تحمل جميع المساواة الحدية ما بين الرجل والمرأة، ما بين الرجل والمرأة، وجميع ما ينم على ذلك مما قد أنا أحاول أن أشرح بطريقة عقلية المشاكل التي نواجهها، بغض النظر عن العواطف هل أنت مع أو لا 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 لا، لأن هذه هي دانة. هناك مشكلة ثانية هو أن هناك بعض المواد التي قيل إنها تتنافى مع الشريعة، وهذه يمكن، ولكن في الأخير أنا ما 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 ما, ما أنتظره هو أن يتم الوفاق، أن يصدر القانون لكن يصدر ضمن وفاق وطني. طيب، جميع القوانين التي صدرت في هذا البلد مشكلة الأساسية أن الكثير منها لم يصدر في إطار وفاق وطني، وبالتالي في منظومة تطبيق هذا القانون هناك دائما من يضع العراقيل أنه لا يتفق مع هذا القانون، وبالتالي أعتقد أن هناك جهد وطني يجب القيام به من جهود نقاش، نقاش عقلاني. نحن مشكلتنا مشكلتنا دائما في قوس واحد، مشكلتنا دائما أن جميع النقاشات التي نقوم بها نقوم بها بشكل عاطفي ضد أو مع. في النهاية كل القوانين آخر رئيس منذ قليل كان يتحدث، آخر رئيس منذ قليل كان يتحدث عن الواقع السياسي في البلد وعن السنة المصرية. لو كان هناك أحد من الموالاة لأعطاك صورة عكسية. نحن نتحدث بالعاطفة، وبالتالي أنا ما أريد هو نقل الحوار إلى المستوى العقلي، إلى المستوى المعرفي، بعيد عن العواطف عن هذه. وش تدرك هذه تمثل جانب كبير من المشاهدين ومن كتاب الرأي في موريتانيا، وفي جميع الحالات كل القوانين لا يمكن أن ترضي الجميع. القانون يرضي الأغلبية ويتم اعتماده وينطبق على الكل. الحديث لكن تعليق فقط حول هذا القانون لو سمحت أعطيك الكلام قوس فقط بسيط. هناك قوانين يمكن أن تتخذ بالأغلبية، لكن هناك قوانين تتعلق بعمق المجتمعات وبطريقة لا بد أن عندما أقول الوفاق الوطني ليس معناه أن الموريتانيين سيكونون 100% مع القانون أو 100%، عندما أقول الوفاق الوطني معناه أنه الأثور على أكبر نسبة معينة. لا يوجد قانون نهائيا في العلوم السياسية، لا يوجد قانون يفرض حصول وفاق وطني عليه.
مثلا في موريتانيا تم اعتماد قبل هذه الفترة وقبل هذه الطفرة الإلكترونية الحادثة قانون الأحوال الشخصية، وفيه الكثير من النوازل التي تناقش الآن وهي سبق للمشرع وأن اعتمدها إلى سن الزواج وغيره. أحيل لك السؤال للحديث عن الدورة التشريعية في العام 2016، رأيك فيها؟ هل تمثلك؟ هل يمثلك النواب؟ هل تعتقد أن فيهم إجحافا؟ هل تعتقد أنهم بهذا القانون أيضا مثلوا الرأي العام والمجتمع الموريتاني بمصالحه والشرع الإسلامي فيه أيضا؟ اسمحوا لي قليلا بأن نطمئن الأخ ونطمئن جميع الموريتانيين، بل ما يقص هذا البلد ما هي منظومة القوانين. قوانين موريتانيا كاملة تنقبل بصفة جيدة، ما يقصها هو التطبيق. كأن القوانين تعدل من أجلاش من أجل إرضاء الغرب، لأن لا نخشاها مهما كانت روعيته. كيف شرع الأخ الأحوال القانون اللي ذات خلقت الأحوال الشخصية أين هي؟ القوانين اللي يقطع برقت عن تجرين العبودية أين هي؟ كل القوانين الكاملة تنقبل من أجل إرضاء الغرب وتبقى حبر على ورق. لو كنا نطبق القوانين كما هي ما نعود اليوم نعيش في البلد هاي المآسي اليوم اللي تتراكم شيئا فشيئا. إذا بالنسبة للتشريع الأخير بالنسبة للنشوز قانون نو بالنسبة لي لمستوى البرلمان، على كل حال فيه تطابقت في الآراء. كنت في مجموعة من المعارضة رفضت الكثير وهي قاعدة اللي تتكلم وخرج على ما نسول عنه. يعني الفريق البرلماني لحزب التواصل لا أنا البرلماني حزب التواصل مجموعة من المعارضة وبدأت رأيها، وحتى أن في البعض اللي رفض عن تقسيم الأراضي اللي قالنا وزت على الشيوخ والنواب. ليس البعض بل فرد واحد هو النائب غلام. نشكره رجل ممتاز به اللي احنا بعدكم منتدى نعتبره بانه رشوه امام رشوه. لماذا؟ ما الهدف منها؟ نعرف الهدف منها فم حراك سياسي، فم انتخاب لا يخلق دستوري، فمشي تردوا اليوم يردوا الطيف السياسي. كيف نعود توزيع الاراضي الموريتانيه هكذا بصفه عشوائيه وهي فيها الفقراء اللي راهم وجده في الكبات ما فات وجبر اليوم الارض المقيطي هذا فيه الاسر الاف الاسر الموجوده تحت الرماد تحت شنو ما قلت تجبر قطع ارضي يجبرها دبيت والله نايب على انه الصبح لا يصوت. لا يا اخواني هذا ولي الله يدرك المهاوى ما يقصلح للموريتانيين عندنا ندركه، وهذا نختير قبيل ود التطبير ود الاياط المقيوم لذا القانون اللي كيف قال الاخ بيد القانون كان يا الله يمر بالمنظمات النسويه المنظمات الدوليه الموجوده. اذا جميع القوانين تنقبض يا الله فوق هي المنظمات دورها شنو؟ هو دورها استشاري؟ يعني ما تشاور لله يخلق الحكم وتجيبه هي عندها اغلبيه برلمانيه هذا مفروغ منه. معنى انه نختار ضد الضجيج ونختار مولي ضد الضجيج تم يخلق له جميع القوانين تطرح. ما نؤد الاحوال المراه فقط، وان المراه بالفعل بان المراه كانت من الناس اللي مخصيه. يا اخي هناك مجموعات اخرى هشه من قضيه العبوديه اللي مسكوت انا نخطي ضد الضجيج جميل، وتنقال الى قضيه العبوديه ونقال مخالفات العبوديه مجموعات الحراطين اللي يشوف البؤس يعيش في هذا. نختار موريتانيين كاملين تم تحركونا، وهذا هو بلد منين تنتهز الفرصه في الدوله في الفرصه فرق تسود. كان كيف قلت لك كيف قال اخ كاني انا المختار لا اتكلم عن يكون شيء يعنيني. مساله تعني المختار هو وقال ان اغلب النقاشات ذات جانب عاطفي وهو صادق في هذا. الكثير يتحدثون هذا عن عواطفهم ولا يتحدثون عن مصالحهم. اسفين لان دائما ان الموريتانيين ما زالوا ذي المستوى، وهي الفرصه اللي ما زالت تستقال الحكومه. وانا بعد مع الاخ من كل 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 على كل حال قوانين لا يتمرر يلا وتسبق في الناس المعنيه وتشاور ويقبض رايها. ونعرف انها كيف قال الاخ هناك اغلبيه وهناك معارضه قد عقلت المستشار الجو. وهي يردني لسؤالكم اللي قلتوا اللي سولتوني عنه وباختصار عن المعارضه من 2008 ما يعنيها ما يجري في البلد. معارضه مهمشه لا تشارك مشاركتها لحقتها بانها يا الله موقف جدوائي هو اللي جعل موريتانيا اليوم اليوم يحلموا من اللي قد يخلق تغيير المستقبل. اذا الانجازات اللي خلقت ما تعنينا من قريب ولا من بعيد. ايضا للموريتانيين وبينوا هذا ونوضحوا حالها في من يسمع وفي اللي على كل حال ماشي معكم. طيب استاذ بشير الوقت يضايقني تماما. بشير عبد الرزاق كيف ترى العام 2017 بصفه عامه ثم ضمن كلمة نأمل أن تكون هي أيضا مبنية على ما سبق؟ أعتقد أن العام 2017 من الناحية السياسية
أفصح في بعض جوانبه، وهناك بعض الجوانب التي تبقى معلقة إلى حين. هذا العام قطعا سيشهد، أو على الأقل حسب المعطيات سيشهد الاستفتاء على الدستور، على المواد الدستورية التي كانت مخرجات الحوار. هذا العام سيشهد انتخابات نيابية وبلدية سابقة عن أوانها. ما لم يصح عنه هذا العام بعد، وهو ما ننتظره، وهو سؤال مهم سيظل يراودنا خلال 2017، هل الحوار الأخير هو الحوار الأخير؟ هل الحوار الأخير الذي شهدناه عام 2016 سيكون الحوار الأخير؟ وأنا شخصيا لا أعتقد أنه هناك حوار أخير. لا أعتقد أن موريتانيا أعتقد أننا يجب أن نمد المشهد السياسي كثيرا لكي نراه. لا أعتقد أن موريتانيا ستتوجه إلى انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية سنة 2016 إلا في إطار وفاق سياسي. كيف سيحصل هذا الوفاق؟ من تحت الطاولة، وفوضات سرية، حوار واضح. أعتقد أن هناك شيء ما يلوح في الأفق. النقطة الأخيرة التي أود أن أتحدث عنها هي أمنية، وأقولها لجميع السياسيين ولجميع النخبة الموريتانية. مشكلتنا في موريتانيا، أزمتنا السياسية، هي أزمة عقلية ومعرفية. نحن خلال سنوات عديدة تركنا المجال للسياسيين، والذي حصل لدينا هو مجموعة من تراكم الآراء السياسية والمواقف السياسية. يجب علينا أن نأخذ القضايا الكبرى إلى المجال الأكاديمي، إلى المجال الفكري، لنبحث فيها. نحن لدينا قضايا كبرى، قضايا الاستقاء، قضايا الوحدة الوطنية، قضايا الأزمة السياسية إلى آخره. هذه القضايا يجب أن نخرجها من المجال العقلي، وأن نناقشها مناقشة عقلية لنضع القطاع على السكة الحديدية، لأنه فيه الملاحظة واحدة. أسمح لي شوي. كل المشاكل مردها إلى السياسة، وأنا من الذين يعتقدون أن النظام السياسي أو السياسة في البلد هي المطغة التي إن صلحت صلح البلد كله، وإن فسدت فسد البلد كله. يجب أن نناقش السياسي، لكننا يجب أن نناقشها أن بعيد عن السياسي لكي نشخصها ونقدم حلول وتوصيات. مختار سيدي مولود، العام 2017 كيف تراه؟ ما هل هنالك بوادر للتغلب على المعضلة السياسية القائمة منذ 2008؟ ليست هناك بوادر، ولكن نرجى من الله العزيز القدير أن يوفق الرئيس محمد بن عبد العزيز وحكومته للمتخلاو عن الشعب الموريتاني، والله يقبضوا لهم طريق سليمة قدمات تزجهم في ذاك اللي مخبأ لنا الزمن اللي ما نعرف شنو، ولا نرجع عليه شوي، هو نتائج الحوار اللي لا ارى باختصار لا ارى بان في قد فهم تقد فهم يخلق حوار بهاش به، اللي حوار كان هدف منه معروف، ولله الحمد نجح الشعب الموريتاني من ذاك ما قد يتصلوا، وبالتالي ادهم قال لي قد تخلق انتخابات دستوريه، واسف من الدستور الموريتاني لا يغادر بدون راي جميع الموريتانيين ودون راي الطيف السياسي. وانا مع اخي بن البلد اللي فيه كامل مشي يرجع ترجع على كل حال للسياسيين، سواء كان في المعارضه سواء كان في الاغلبيه، يقعد معارضه يعني ما تعد الا تربه صالحه تجعل بانها تقد تقوم بدورها المنوط بها، تود الدوله ذنبتها، وبالتالي راجي بان ان شاء الله بان لا يوفقنا ويوفقهم، خلوا عنهم الدستور بصفته ما يغيروا في شيء، والانتخابات البلديه والتشريعيه وذاك الشيء كامل لا يعدل، والرئاسيه تود فهم اجماع وطني على الاقل، ويرجعوا لصوابهم ويعرفوا الدوله الموريتانيه ما تثبت لنا ابنائها كاملين، لكن في المعارضه وذاك الدعاء منهم في الموالات، ونتعداوا الحقبه وقايل انا في المستقبل يعني ندل عبد العزيز على الاقل يلتزم بذاك اللي مازال ينادوا به قوموا بانه يترشح المنطقه الثالثه، قال انه ما تخلق موريتانيا لا تقد على كل حال امام وضعيه لا باس بها، واعترف منه من معارض بانه عبد العزيز اللي عدلها قد عدل انجاز قد يذكر له في التاريخ، لانه ما متاكد انه نين تيدور المنطقه الثالثه قد جاك لها فرص كيف تعدل. طيب ولكن قد شكرا استاذ، شكرا بنهاية حلقة هذا المساء من حوار نواكشوط أتوجه بالشكر للسادة البشير عبد الرزاق كاتب صحفي، شكرا بشير على المشاركة، وأيضا الشكر موصول للمختار السيدي مولود رئيس حزب المستقبل، شكرا المختار، شكرا على مشاهمتك وعلى أيضا الأراء التي قدمتموه خلال هذا الحوار والتي تركزت حول تقييم العامل المصرمي وآفاق العام المستمر. أخرج هذه الحلقة مهاجر جلو، ولبقية الطاقم وفريق حوار نواكشوط كامل تحيانا مشاهدي الأكارم، سنة سعيدة وعام
جديد ملؤه النجاح والتوفيق لكم ولنا جميعا. أشكركم وإلى حلقة قادمة من حوار نواكشوط. مرحبا. 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 مرحبا.